من رجل مات داخل ديناصور إلى رجل طبخ نفسه حتى الموت، إليكم أغبى 10 طرق قضى بها الإنسان على حياته. لا تنسى تشجيعنا عبر الضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو مع أصدقائك. عاشرا، السيلفي الأخير. قضت مراهقة روسية آخر لحظات حياتها محاولة التقاط سيلفي على قمة جسر للسكة الحديدية في مدينة سان بيترسبورغ الروسية، لكن قبل أن تلتقط الصورة سقطت من أعلى الجسر والذي يبعد عن الأرض بحوالي 30 قدما وماتت. اسمها زينيا إكناتيفيا وتبلغ من العمر 17 عاما، وكان هدفها الوحيد من صعود الجسر هو التقاط سيلفي بخلفية مبهرة قد يحصد مئات الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن اختل توازنها وأدركت أنها ستسقط من الأعلى. حاولت زينيا القيام بردة فعل ومحاولة النجاة، فأمسكت بسلك كهربائي كان يمر بمحاذاة الجسر. كانت لتنجو لو سقطت من الجسر مباشرة، لكن بعد أن أمسكت بسلك كهربائي والذي أطلق 1500 فولت في جسدها احترقت حتى قبل أن تسقط، وكل هذا حدث أمام أعين صديقتها التي كانت تنتظرها في الأسفل. كانت زينيا قد اشترت كاميرا غالية الثمن مباشرة بعد انتهاء عملها الصيفي، وكانت حريصة على أن تصبح مصورة محترفة، لكن في النهاية قادها شغفها إلى الموت بعد محاولة وقحة لالتقاط صورة سيلفي في مكان خطير جدا. تاسعا، كارثة مدينة الملاهي. وقع الحادث في حديقة أدفنشرلاند في ولاية إيوا في مسار لعبة يسمى نار ريجينج. انقلب القارب الذي كان على متنه 6 أشخاص في حادث مأساوي، تم نقل 3 منهم إلى المستشفى كانوا على وشك الموت، لكن بعدها أعلن عن وفاة صبي من بين الستة يبلغ من العمر 11 عاما اسمه مايكل جراميلو، وكان برفقة والده للاستمتاع بوقتهما. مات متأثرا بإصابات بعد الانقلاب في النهر، فماذا يفعل الأطفال برفقة والديهم في هذا النوع من الألعاب الخطيرة؟ لم تعرف أسباب انقلاب القارب، لكن لم تكن الوفاة الأولى في هذا البارك الأمريكي. توفي موظف من المشتغلين بالمكان قبل أيام فقط من الحادث في نفس اللعبة، وربما حان الوقت للتفكير في إغلاق هذا البارك بصفة نهائية. ثامنا، موت داخل ديناصور. عثر مؤخرا على رجل يبلغ من العمر 39 عاما كان مفقودا داخل تمثال ديناصور في إسبانيا، وقد تكون هذه من أغبى الطرق التي قد يموت بها الإنسان على الإطلاق. إليكم ما حدث بالضبط. أسقط الرجل هاتفه داخل التمثال الضخم ستيغوسورس في برشلونة، وهذا يدل على أنه كان يتسلق التمثال، وانزلق الهاتف داخل قدم الديناصور. كان هنالك بعض الغموض حول التفاصيل الدقيقة للوفاة، لكن السلطة أكدت أن الرجل كان بمفرده أراد استعادة ما ضاع منه، لهذا قام بشق فتحة في التمثال ليمر إلى الداخل ويستعيد هاتفه، وفعلا دخل إلى التمثال، لكن الخروج من التمثال لم يكن سهلا كدخوله، بل ولم يستطع الوصول إلى هاتفه للاتصال بطلب المساعدة على الأقل أو بعائلته. انتهى به الأمر إلى الاختناق والموت داخل التمثال. تم اكتشافه بعد أيام، حيث كان رجل برفقة ابنه يمشيان بجوار الديناصور وشم رائحة نتنة لجثث متحللة، واضطر رجال السلطة إلى قطع التمثال وإخراج الجثث منه. بعدها تم إزالة التمثال من المكان. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الانضمام إلى قناتنا واقترح علينا مواضيع جديدة من اهتماماتك، فهذه قناتك. سابعا، أكله التمساح حيا. أثناء قيامه برحلة غريبة داخل نهر في الهند، وجد سائح بريطاني نفسه في مأزق لا يحسد عليه، إذ تم ابتلاعه من طرف تمساح جائع. كان اسم السائح إيان تورتون، وكان يقوم برحلة نهرية في بنغالور عندما وقع الهجوم البري المأساوي. يبلغ طول النهر والذي يمر عبر 3 ولايات جنوب الهند 800 كيلومتر تقريبا، وكان إيان برفقة صديقه الذي يدعى مايكل إيستون. إيان يصور فيديو للحيوانات الموجودة في المنطقة، وكان في زورق قابل للنفخ، وكما هو معروف فهذا النوع من القوارب خفيف جدا، ولم يكن الاختيار الصائب للتجول خصوصا في الأنهار المليئة بالتماسيح. عثر رجال الإنقاذ على جثث إيان، مزقها التمساح إلى نصفين، لم يتم اكتشاف جثث صديقه، وتم العثور على الزورق به آثار ثقب صنعتها أسنان التمساح، أما صديقه فمن المرجح أنه تم ابتلاعه من طرف التماسيح. سادسا، عالق في الكهف. غالبا ما يعلق الناس في أماكن غريبة، فمتى يتعلمون؟
طالب طب في ولاية يوتا يتمتع بخبرة في الكهوف يسمى جون جونز، عالق في كهف نوتي بوتي المشهور لمدة 28 ساعة. ويبعد الكهف ب80 ميلا تقريبا عن مدينة سولت ليك، وكان جون أول شخص يموت في ذلك الكهف وفقا لمكتب عمدة المقاطعة. جون لم يكن رجلا قصيرا، طوله 1.80 متر ويزن 91 كيلوغراما تقريبا. ربما كان يحاول الدخول إلى المغارة بشكل مقلوب وأدخل رأسه وبطنه، إلا أن حجمه لم يساعده على الانسلال داخل الكهف وبقي هنالك حتى مات ببطء. ربما كان يظن أنه من الممتع الزحف إلى داخل هذا الكهف، لكن هذا التفكير الغبي أودى بحياته، ومنذ ذلك الحين تم إغلاق الكهف بصفة نهائية، وليست هنالك أخبار عن قرب فتحه مرة أخرى من عدمها. خامسا، موت بسبب مسابقة للتبول. أجرت محطة إذاعية مسابقة تسميها Hold Your Way for a Wii، أي من استطاع إمساك بوله لأطول مدة ممكنة يفوز بجهاز وي لألعاب الفيديو، والذي تبلغ قيمته $250 فقط. وشروط المسابقة كانت أنه على المتسابقين شرب كميات كبيرة من المياه دون الذهاب إلى المرحاض للتبول، والشخص الذي يشرب أكبر كمية ويتمسك بعدم التبول حتى استسلام جميع المنافسين يفوز بالمسابقة. جينيفر ستيرينج، والبالغة من العمر 28 عاما، شاركت في المسابقة، وكان لها طفلين يحبان ألعاب الفيديو، فأرادت أن تربح الجائزة وتهديها لهما، لكنها فشلت وانسحبت من المسابقة بعد شعورها ببعض الآلام في المعدة، لكن بعد 6 ساعات سقطت ميتة في منزلها. ويبدو أنها كانت تعاني من التسمم المائي، وهي حالة اضطراب في عمل المخ قد تؤدي إلى الوفاة، وتحدث عندما يختل توازن إلكتروليتات الجسم عن الحدود الطبيعية بسبب الاستهلاك المفرط للماء. وبعد الحادثة تم الحكم على محطة الراديو بأداء مبلغ $16 مليون نظير الضرر الذي تسببت فيه للعائلة المتضررة. رابعا، الضحك حتى الموت. كان هنالك فيلسوف يوناني يدعى كريسبوس، مات من الضحك على نكتته، وكان يبلغ وقت وفاته 73 عاما من عمره. ولد في تركيا القديمة، بعدها انتقل إلى أثينا ليصبح باحثا، وعاش حياة طويلة ومزدهرة. تختلف الروايات حول نكتته، إلى أن المؤرخين يقولون أنه نطق بنكتة وبدأ يضحك عليها بشكل هستيري حتى سقط على الأرض وبدأ يرتجف بشدة قبل أن يزبد فمه. أسرع الناس لمساعدته لكنه مات على الفور. قد تكون هذه حادثة حقيقية أو متوارثة فقط، ولكن لا أحد يعرف ما وقع بالضبط في عام 200 قبل الميلاد، أي قبل أكثر من 2000 سنة. وما ندركه حقيقة هو أن إمكانية الموت بالضحك واردة، وقد يسبب الضحك الشديد نوبة قلبية أو فقدانا للوعي أو حتى اختناقا غير متوقع. ثالثا، الموت بقشرة البرتقال. ولد بوبيليتش في عام 1858، وكان ثاني شخص يعبر شلالات نياجرا من داخل برميل عام 1911، لكن ليس هذا هو الفعل الغبي الذي أنهى حياته. بالرغم أنه أرسله إلى المستشفى، أمضى هنالك 6 أشهر يتعافى من الإصابات التي جناها من هذه المغامرة المجنونة، ومنها كسر في الركبة والفك. بعدها واصل حياته بشكل عادي، لكنه بعد 10 سنوات بالضبط أراد أن يعيد هذه المغامرة، فقام بها ونجا منها مرة أخرى. لكن ما قتل بوبي كان قشور برتقال عادية. بعد حياة طويلة مليئة بالأعمال الجريئة والمغامرات الخطيرة، كان بوبي في نيوزيلندا في جولة دعائية، عندما داست قدمه على قشرة برتقال انزلق وسقط على ظهره وأصاب ساقه. تفاقمت إصابته وتعفنت وأصيبت بالجرجرينا، وهي نوع من أنواع موت الأنسجة الناجم عن عدم كفاية إمدادات الدم، فاضطر الأطباء إلى بثر ساقه بالكامل كي لا تنتقل العدوى إلى أطراف أخرى من الجسم. بعد 2 شهر فقط مات بوبي من جراء مضاعفات هذه الإصابة. ثانيا، الموت بسبب القشة. والقشة باللغة العربية نطلقها على تلك الأنابيب المصنوعة من البلاستيك أو الورق المقاومة للماء، وتستخدم لامتصاص السائل من الكأس إلى الفم. لكن مؤخرا تم حظر صناعة هذه الأنابيب من البلاستيك لكونها تلوث البيئة،
فبدأوا بصناعتها من المعادن التي تمكننا من غسلها وإعادة استعمالها عوض رميها في الشارع والأماكن الطبيعية. سيدة من إنجلترا تدعى إلينا، وكانت تبلغ من العمر 60 عاماً، كانت تمشي وفي يدها مشروب عادي به أنبوب معدني من الفولاذ المقاوم للصدأ. ومن الجدير بالذكر أن إلينا كانت تعاني من الجنف، أي أن عمودها الفقري كان منحنيا بشكل غير طبيعي، وهذا جعلها معرضة للسقوط في أي لحظة. وفعلا سقطت على وجهها في الوقت الذي كانت تمسك الكأس في يدها، فاخترق الأنبوب عينها ودماغها فماتت على الفور. حادثة غريبة جدا. ربما المصاصات المعدنية بدورها تشكل خطرا ليس على البيئة، ولكن هذه المرة على مستعمليها، فلماذا لا نتخلص منهم ونشرب من الكأس مباشرة من دون تعقيدات؟ وفي المركز الأول، سقوط في وعاء الحساء. في العراق طبخ طاهي نفسه حتى الموت. ربما هذا مثير للسخرية قليلا، لكنها حقيقة. وقع هذا عندما كان الرجل يستعد لحفلة زفاف كبير، وكان يعد حساء دجاج في وعاء أو قدر ضخم. كان يقف فوق الحساء ويحاول تحريك السائل الملتهب بمغرفته الكبيرة، انزلق من الفرن الجانبي وسقط في الوعاء الضخم الملتهب، طبخ نفسه حتى الموت. هو لم يمت على الفور طبعا، فقد حاول أحد الضيوف المرعوبين إنقاذه، لكن لم يعش طويلا لأن 70% من جسده أصيب بحروق من الدرجة الثالثة. بعد 5 أيام من المعاناة في المستشفى، توفي الشاف متأثرا بهذه الجروح الخطيرة. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، نراكم في فيديو آخر إن شاء الله. شكرا وإلى اللقاء.